عموما المجتمع ككل في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح أكثر وعي وأصبح أكثر اهتمام بتوفير الغذاء الآمن والنظيف، وكان من ضمنها منتجات القمح. صار اهتمام مبدئي لدى المزارعين، لكن اللي عزز وأعطى قوة دافعة كبيرة لمشروع زراعة القمح مشكلة سلاسل الإمداد واللي صارت في السنتين الماضيات، جائحة كوفيد، وكذلك موضوع الحرب الروسية الأوكرانية.